وسط تحكيم مهزوز، صن داونز يتفوق على النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء في مباراه الذهاب ببطوله دوري ابطال افريقيا او الدوري الافريقي. كابتن ماهر، زي ما بقول تحكيم مهزوز جدا، يمكن حتى بعض اللعيبه بعدت عن تركيزها في المباراه، ولكن النتيجه 1-0. كنا نتمنى ان الهدف ده ما يجيش لان هو كان هدف خطا مننا، ولكن اعتقد ان احنا قادرين على التعويض ان شاء الله باذن الله في القاهره. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما ذكرت كده ايمن، التحكيم كان واضح، الحكم البنيني يمكن المباراه كبيره عليه، اول مره بيحكم لفرقتين كبار زي سان داونز والنادي الاهلي. كنا نتمنى ان اليوم ده يبقى فيه حكم دولي، حكم كبير يقدر طبعا يدير المباراه ويخرج بيها لبر الامان. عايز اقول لك ان طبعا يمكن الفرصه الثالثه الاكيده للنادي الاهلي ضربه الجزاء الواضحه لبيت ستاو، يعني دي كان يمكن تغير شكل ونتيجه المباراه لواحد. لكن طبعا هو التحكيم الافريقي كده، واحنا متاكدين وعارفين ان احنا هنقابل الفتره الماضيه والفتره الحاضره بتحكيم يعني هيكون مش بالمستوى اللي يليق بالبطوله القويه دي. عايز اقول بس يمكن طبعا احنا فرصنا قليله، يمكن الشوط الثاني كان عندنا اسهل فرصه الكورنر اللي اتلعب داخل منطقه الجزاء، طبعا المدافعين رجعوها بتوع سان داونز لديانج اللي لعبها لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم احنا عارفين في الكور السادسه بيطلع ويقدر يجيد العاب الهواء وبيقدر يسجل اهداف، بيضيع هدف في الدقيقه 61 كانت ممكن تدخلنا في المباراه ويعدل النتيجه. الخطا الثاني من دفاع ويلمز اللي هو الحارس المرمى لجنوب افريقيا، اللي هو بيبدا الهجمه من تحت، واضح اول لما بيتستاو راح ضغط عليه قدر يقطع الكوره، لكن طبعا كانت ممكن هدف كمان يقدر يدخلنا في المباراه. ثم الفرصه الثالثه اللي هي ضربه الجزاء الواضحه الحكم طبعا تغاضى عنها بشكل كبير، لكن شفنا الاستحواذ بالنسبه لجنوب افريقيا طوال المباراه، الفرصه اللي اتاحت ليهم قدروا يسجلوا هدف. هم بيلعبوا دايما كوره حديثه اللي بتبني على التكتيك اللي هو بيقول من واجبات او من وصفات التكتيك الباص والتحرك والمسانده والمساعده. شفنا ده من طوال المباراه بالنسبه للاعبي سان داونز، لكن هم برضك يمكن ليهم فرص اكتر من 6-7 فرص كانت ممكن تمثل علينا خطوره، لكن الحمد لله رب العالمين ان احنا طلعنا بالنتيجه ديت 1-0. زي ما انت قلت عندنا اصابات تقدر ترجع ان شاء الله في مباراه القاهره، عندنا حسين الشحات ما شفناهوش النهارده كان ممكن يفرق معانا في الخط الامامي، طبعا امام وعودته بعد الاصابه، كهربا يعني اتقال ان ممكن يكون في شد عضلي اثر بشكل كبير جدا، لكن حاولوا لعيبه النادي الاهلي، لكن كان في سيطره واستحواذ بالنسبه لجنوب افريقيا. لكن ان شاء الله باذن الله احنا عندنا المباراه القادمه في القاهره 1-0 نتيجة مش كبيرة، نقدر إن شاء الله بإذن الله بجمهورنا بلعبتنا بأدائنا بالروح القتالية العالية اللي لازم ترجع خلال المباراة القادمة للعبة النادي الأهلي، نقدر إن شاء الله نعوض النتيجة بشكل كبير بإذن الله رب العالمين.